Hello everyone, welcome third year secondary stage. This is Marwa Seif and today we will complete the grammar of unit 5 part 1, the future of work. اهلا بيكم احبائي كل طلاب الصف الثالث الثانوي. النهارده ان شاء الله هنكمل unit 5 part 1 الجزء الاولاني. هناخد الجرامر القاعده النحويه اللي موجوده في الجزء الاول من الوحده الخامسه اللي كان عنوانها the future of work. زي ما احنا شايفين the phrasal verbs هي the verbs that consist of الافعال اللي بتتكون من a verb يعني فعل followed by a preposition an adverb or both يعني بيجي وراه هو فعل بيجي وراه يا اما حرف جر preposition او adverb يعني ظرف او الاثنين مع بعض and the original meaning of the verb changes والمعنى الاصلي للفعل بيتغير زي ايه look يعني ينظر look for يبحث عن look after يعتني به look like يعني يشبه. طيب ناخد بالنا من جزئية كمان النهاردة ان الافعال العبارية دي اللي هي الافعال المكونة من اكتر من كلمة بيبقى ليها انواع. ازاي؟ انا ممكن الفيرب مدام هو اكتر من كلمة ممكن افصله عن البريبوزيشن بتاعه. يعني ايه؟ يعني انا لما اقول look at this picture انظر الى هذه الصورة هل انا ينفع اقول look this picture at؟ غلط incorrect مش حقيقي ما ينفعش الجملة غير صحيحة. ليه؟ ما ينفعش افصل حرف الجر preposition at عن الverb look لان الverb ده او الphrasal verb ده inseparable غير قابل للفصل ما نقدرش نفصل اجزائه عن بعضها. يبقى انا اقول look at this picture بص على الصورة دي كده لكن ما اقدرش اقول look this picture at غلط. اوكي يقول لي phrasal verbs are divided into two parts بنقسمهم لنوعين separable verbs الافعال اللي بيقدر فصلها where the noun or pronoun اللي بيكون فيها الاسم او الضمير comes between the verb and the preposition الاسم او الضمير بيجي ما بين الفعل وحرف الجر. اوكي زي ما انا قلت كده look up the words او look the words up او look them up such as he turned the light on هو ادي النور او شغل النور and inseparable verbs الافعال اللي ما بقدرش افصلها اللي بيكون فيها ان النون بيجي في النهاية ما ينفعش يجي ما بين جزئي الفعل such as مثل look at the picture look at the picture يبقى احنا كده شفنا نوعين من الافعال الphrasal verbs. طيب في ملحوظة بس معانا ان انا لما بيبقى الفعل بيقدر فصله انا ما بستخدمش النون بعد preposition يعني ايه؟ يعني انا ما ينفعش مثلا اقول turn the computer for example turn on it لما انا هستخدم البرونون اقول turn it on يعني شغله اجيب البرونون في النص ما بين turn و on الامثله تاني هقول تاني الكلام ده turn on the computer شغل الكمبيوتر صح turn on وراها الكلمه النون وبعدين اقدر اقول turn the computer on يعني شغل الكمبيوتر بس فصلت كلمه turn on وكمبيوتر ب بالنون اللي هو كمبيوتر فصلت ما بينهم بالنون. موفينج اون النهارده ان شاء الله معايا امثله كتير جدا جدا للفريزال فيربس في اليونت دي محتاجه انا لما بدرس معناها بدرسه ان ان اكزامبل في مثال علشان يثبت في مخي ويحصل ان انا اي كيب ات فور لونجر تايم يفضل معايا في مخي لفتره طويله. تعال نشوف الامثله دي كده. اول مثال عندي على فكره انا عندي فيربس كتيره جدا جدا في الوحده بس انا جايبه لكم امثله كده مشتهره في الاكزامبلز او في الكويستشنز بس انتوا عليكم تحفظوا اكتر كمان. اوكي اول فيرب عندي absorbed in absorbed in يعني ايه absorbed in؟ انا طبعا مش هقعد افكر في معنى كل فيرب منفصل انا هشوف الاكزامبل واحفظ كمان الاكزامبل لان هو ده اللي هيثبت في مخي. اوكي المثال بيقول لي طارق is absorbed in solving the problem طارق is absorbed in solving the problem يعني طارق يعني منغمس جدا ومنشغل جدا في حل البروبلم المسألة أو المشكلة دي يبقى أنا عندي absorbed in ده فعل معناه منغمس فيه أو منشغل جدا فيه. أوكي وده phrasal verb. تاني verb عندي accused of accused of نشوف الإكزامبل ونستنتج معناه من الإكزامبل بيقول لي he was accused of killing his wife he was accused of killing his wife هو اتهم بقتل زوجته accused of بتساوي فعل هناخده كمان شوية اسمه charged with
في افعال بتساوي بعضها وبتكون برضو phrasal verbs. تالت فعل عندي هنا apply for. apply for يعني يتقدم لشغل وظيفة، مثل أن أقول he can apply for this job. he can apply for this job. okay. طيب كمان verb أهو back somebody up. back somebody up معناه support، يدعم، help، sustain، يدعم. مثل أن أقول my wife backed me up over my decision to quit my job. يعني زوجتي دعمتني لما أخدت القرار بتاع أن أنا أترك quit، يعني أترك my job، وظيفتي. طيب next verb عندي believe in. believe in يعني يؤمن بي. أقول مثلا we all believe in Allah، احنا كلنا بنؤمن بالله، معناه يصدق به او يؤمن به. اوكي. طب اكزامبل تاني عليه قدامنا the school believes in letting children learn at their pace. المدرسة بتؤمن به انها تترك الطلاب او تدع الطلاب او الاطفال يتعلموا بسرعتهم الخاصة، كل حد بسرعته الخاصة به، لان سرعتهم في التعلم مختلفة، فعلشان كده المدرسة بتؤمن بالشعار ده أو بالمبدأ ده إن هم يتعلموا in their own pace. كلمة دي pace دي معناها قدامنا أهي، pace معناها السرعة، بتسوي كلمة speed. أوكي. كل حد يتعلم بسرعته الخاصة، his own pace أو speed. الverb اللي بعد كده معاه أحجب، يعني مثلا ما أقول أنا محتاجة إن أنا أحجب الصوت علشان أنا بعمل شيء معين مش عايز الصوت يوصلني، يبقى I stop the sound يعني block out the sound. For example close the windows to block the sounds out before you start to meditate. يعني اقفل الشبابيك علشان تحجب الصوت قبل ما تبدأ أنت تتأمل. meditate يعني تتأمل. أوكي. طيب blow out. blow out يعني ايه blow out؟ تعالوا نقرا المثال ونستنتج منه معنى الفعل ده من خلال السياق. make sure the flame in the lamp doesn't blow out. the lightning it isn't easy. يعني اتاكد ان الفليم اللهب بتاع اللامب المصباح او النور بتاعه او الشعلة بتاعته doesn't blow out، مش ما تنطفئش. خلي بالك الا تنطفئ، ليه؟ لان احنا لما نقيده تاني حاجة مش سهلة. lightning it isn't easy، ده احنا ما صدقنا ان احنا نشعله. blow out يعني ينطفئ. اوكي. او يطفئ. blow up. blow up يعني blow up. نشوف المثال ونستنتج منه المعنى. حلو جدا لما انا ابقى بستنتج المعنى من السياق، دي مهارة عالية جدا جدا في تخمين معنى الكلمة من خلال الكلمات اللي حواليها. اوكي. the racing car blow up after it crashed into the fence. يعني العربية حصل لها يا ترى ايه بعد ما هي تحطمت او خبطت في اصطدمت بالجدار. طب الله، ده في عربية تحطمت، يبقى ايه اللي حصل لها كمان اكتر من كده؟ blow up يعني انفجرت. burst ينفجر. اوكي. break down. break down الله، لما اقول thieves broke no break down، لما اقول my car broke down. my car broke down يعني عربيتي اتعطلت، حصل لها توقف. يبقى الفيرب اسمه break down والتصريفات بتاعته break broke broken يعني يتعطل او تعطل. مثل ان اقول the car broke down at the side of the highway in the snowstorm. in the snowstorm يعني عربيتي وقفت وعطلت عن العمل في جانب الطريق السريع في العاصفة الثلجية. اوكي. عندي كمان more phrasal verbs، أفعال أكتر، هنشوفها كمان من خلال الـ sentences. الverb بيقول break into something. break into something لما بقول إن thieves اللصوص اقتحموا المنزل بتاعي هقولها the thieves broke into my house. example تاني اللي قدامي the firemen had to break into the room to rescue the children. يعني رجال الإطفاء كان لازم يقتحموا الغرفة، يقتحموها يعني يدخلوها بعنف يعني. أوكي. to rescue the children لإنقاذ الأطفال. طب الverb ده calm down. calm down. أوكي. you are still mad. انت لسه، كلمة mad هنا انتوا عارفين ان معناها مجنون، بس هي مش معناها هنا مجنون، معناها غاضب جدا جدا. ما انت ما زلت غاضب جدا جدا. you need to calm down before you drive the car. لازم تهدأ
وأعصابك تهدأ قبل أن تقود السيارة. لازم تهدأ قبل ما تقود الإيه السيارة أو ما تسوق الإيه العربية. يبقى calm down يعني يهدأ، ما بقولهاش calm down، لا غلط، بقولها calm down. لو تفتكروا في المسلسلات بتاعت التلفاز في رمضان تلاقوا دايما بيقولوا إيه calm down Johnny، calm down Johnny، يعني اهدى يا جوني. أوكي طيب، care for، care for يعني يعتني بي. Our company supports an organization that cares for homeless children. الشركة بتاعتنا بتدعم مؤسسة بتعتني بالأطفال اللي هم homeless، يعني ليس لهم ملجأ. Homeless يعني without home، without a house. Carry on، carry on يعني carry on، يعني مثلا أنا كنت بعمل حاجة وحد قاطعني فبيقول لي أنا آسف، carry on تفضل كمل، continue، go on أكمل. We can carry on our discussion at night، نستطيع أن نكمل نقاشنا في المساء. We can carry on our discussion at night. هتقولي لي لأ بقى، ده carry أصلا دي يعني يحمل أو يشيل، أقول carry the bag. ما احنا قلنا النهاردة مش بناخد الأفعال اللي احنا متعودين عليها، احنا بناخد أفعال تانية phrasal verbs من ضف لها preposition أو adverb بيغير معناها خالص. فبدل ما كان الverb ده معناه carry يعني يحمل أو يشيل، هيبقى معناها carry on هيبقى مختلف. carry on يعني continue يعني يستكمل أو يكمل. أوكي verb كمان بالفعل carry برضو بس مختلف كمان تماما جدا، اسمه إيه؟ carry out، carry out يعني ينفذ، بتساوي perform يؤدي، apply يطبق الحاجة دي، يؤديها يعملها ينفذها. surgeons carry out operation، surgeons carry out operation يعني الجراحين أو الدكاترة الجراحين بينفذوا أو بيجروا عمليات operations. يبقى carry out معناها يجري أو ينفذ أو يقوم بعمل شيء معين. catch up with، catch up with يعني يلحق، يلحق حاجة أو يلحق شخص، يعني بسرعة يمشي يجري بسرعة عشان يلحقه. زي ما أقول مثلا you will have to run faster than that if you want to catch up with them، انت لازم ان انت تجري أسرع من كده لو كنت عايز بقى انك ايه تلحقهم. catch up with them. charge someone with، charge someone with يعني يتهم شخص بحاجة. أنا لسه قايله لكم إن الفيرب اللي أخدناه في السلايد اللي فاتت وهو كمان فريزل فيرب اسمه accuse of أو accused of، يعني يتهم بيه أو متهم بيه، بتساوي charge with يعني يتهم بيه. يبقى charge someone with يتهم شخص بحاجة. The police arrested him and charged him with armed robbery. The police arrested him and charged him with armed robbery. يعني البوليس قبض عليه واتهمه بالسرقة المسلحة. أوكي طيب، أنا بقى لما بروح فندق معين، أول ما بدخل الفندق ده بروح فين؟ على شباك الاستقبال صح، في الريسبشن، عند الريسبشن أو ريسبشنست، عند موظف الاستقبال صح كده. طب بعمل أنا إيه العملية لما بدخل؟ أسجل دخول وأشوف الموني that I have to pay، الفلوس اللي المفروض أدفعها، مفتاح الغرفة بتاعتي، الانفورميشن بتاعتي، المعلومات أكتبها في الفورم، كل دي بعملها وأنا بعمل حاجة اسمها check in. check in يعني بسجل دخول لما أنا ببقى في هوتيل معين، في فندق معين هسكن فيه أو في مكان جديد عليا، لازم أنا أعمل إجراءات معينة اسمها check in. check in تسجيل الدخول. for example we will get the hotel keys when we check in. We will get the hotel keys when we check in. هنحصل على مفاتيح الفندق لما نعمل تسجيل الدخول. الله، طب أنا سجلت دخول بقى، طب وأنا مغادرة للمكان هعمل إيه؟ أنا وأنا بغادر الفندق مثلا هخرج كده عادي ولا أنا في متعلقات خاصة بي هاخدها معايا؟ في the key of the hotel مثلا room، مفتاح الغرفة هسلمه في الاستقبال، هشوف البيانات لو في حاجات خاصة بي أو حاجات لازم أعملها إجراءات معينة، بيبقى اسمها check out. check out احنا حتى بالعربي بنقولها أنا هعمل check in يعني تسجيل دخول، وأنا خارج من الفندق مغادر هعمل check out. check out يعني تسجيل خروج، خلاص بشوف حاجتي اللي فاضلة بخلصها، الماني لو في بدفعها فلوس، وأخد متعلقاتي and I leave the place يعني أغادر المكان، بقول عليه
I check out. For example, you have to check out of the hotel before 11 a.m. لابد وأن تغادر الفندق قبل الساعة 11 صباحا. الرمز AM أصلا لغة لاتينية anti meridian، بس مش مهم خالص تعرفوا اللفظ بتاعها. المهم ان AM ده بتشير لكلمة اسمها anti meridian يعني صباحا. طب عكسها ايه؟ PM اللي هي post meridian، ودي لغة لاتينية أصلا، واخدين بس احنا الرمز منها PM يعني مساء. Okay, so these are the phrasal verbs of today. Time for practice. يعني دلوقتي بقى هنعمل practice أو ممارسة على ال sentences دي أو ال phrasal verbs دي اللي احنا اتعلمناها already في درس النهاردة. عايز أقول لكم إن عندي phrasal verbs تانية وكتيرة جدا جدا جدا. I advise you، بنصحكم، whenever you find a phrasal verb in the curriculum، أول ما تلاقي عندكم في المنهج أو في السيلابس بتاعكم phrasal verb احفظوه بالسنتنس بتاعته. ليه؟ لأن أصبح التست بتاعي nowadays الأيام دي أو السنوات دي، أصبح التست أو الإكزام بتاعنا مش بس بيحدد نفسه للكاريكولم أو السيلابس بتاعي للمقرر بتاعي، ولكن بيفتح لي كلمات أكتر من بره كمان المنهج ومن قراءاتي الخاصة. يعني زي القراءات متحررة المحتوى، باخد new words، كلمات أكتر. أي phrasal verbs تشوفوه نحفظه بالمثال بتاعه، علشان ده enriches our vocabulary، يعني بيسري الكلمات بتاعتنا. تعالوا نشوف السنتنسز ونجاوبها. The first sentence بتقول you can't leave the hotel without checking A. ما تقدرش تسيب أو تغادر الفندق من غير ما تعمل checking A. احنا أخدنا checking حاجتين، checking in و checking out. طب احنا بنغادر يعني خارجين، يبقى checking ايه؟ افتكروها من ان انا بقول انا خارج، يبقى انا in جوه ولا out يعني بره؟ برافو عليكم، سمعاكم بتقولولي out. checking out يعني تسجيل خروج من مثلا فندق، واحفظ المثال بتاعها بيسهل علي. اوكي، كان عندي prepositions زي in ما تنفعش، into، against، احنا حافظينها already ان هي تسجيل الخروج check out. اوكي، تعالوا نشوفوا بقى الجملة اللي هي التالية أو الجملة اللي عليها الدور في choose the correct answer. السنتنس بتقول He apologized for interrupting me. هو اعتذر لي على إنه قطعني. And asked me to carry space my talk. وطلب مني إن أنا أعمل إيه في الحوار بتاعي، في الحديث اللي أنا كنت بقوله. هو كان بيقطعني وبعدين اعتذر لي، فبيقول لي تفضل حضرتك إيه؟ ايه الفعل اللي اخدناه معناه يكمل، يعني بتسوي continue. اوكي صح، برافو عليكم. carry on، carry on my talk. يبقى he apologized for interrupting me and asked me to carry on my talk. يعني هو اعتذر لي على انه قطعني وطلب مني ان انا اكمل التاك بتاعي او الحديث بتاعي. تعالوا نقرأ السنتنس دي كده. I had to take a taxi because my car broke space. يعني انا كان لازم اخد تاكسي لان السيارة بتاعتي مالها، ايه اللي حصل لها؟ هتقولي لي بروك يعني انكسر، هقول لكم لا، احنا عايزين معها اداة preposition حرف جر او adverb ظرف يدينا معنى ان هي تعطلت. ايه اللي اخدناه النهاردة ومعناها تعطلت؟ excellent، down، broke down، broke down. طب ليه مش broke into؟ يعني ما احنا اخدنا كمان broke into، لان بروك انتو معناها اقتحم مكان بعنف. اوكي، زي ما قلت لكم النهارده the thieves broke into my house، يعني اللصوص اقتحموا منزلي. طب لو انتوا بقى في الامتحان كده ولقيتوا سنتنس زي دي وانتوا اصلا مش حافظين الفيرب ده، هتحلوه ازاي؟ مش هتعرفوا تجاوبوا الاجابه دي. لازم نحفظ الافعال العباريه اللي بنقولها الافعال المركبه اللي بيشار ليها باسم phrasal verbs، زي break into، break down. كانت جملتي break down يعني يعني ان هو يتعطل او يحصل له توقف. وبكده يبقى اخدنا الجراماتيكال بوينت بتاعت الفيرست بارت بتاعت يونت 5 اللي هي phrasal verbs. تعالوا بقى دلوقتي ندرس the words الفوكابيولاري بتاعت يونت 5 برضو، ولكن lessons 3 and 4 the future of work. واحنا دلوقتي في lessons 3 and 4 الجزء الثاني يعني من الوحدة الخامسة هناخد الwords بتاعته. What's the first word that we have today؟ يا ترى ايه الكلمة اللي عندي النهاردة
في الفوكاب بتاع الدرسين دولت او الجزء ده من الوحدة الخامسة اللي هو الجزء الثاني من الوحدة. اول كلمة topics. topics انا لما بروح المدرسة بتاعتي I go to school as a student. لو انا كطالب او طالبة I study a lot of subjects. صح كده؟ بدرس مواد كتيرة. طب المواد دي مش بيبقى فيها topics معينة كتيرة مختلفة بندرسها جوه السبجكت جوه المادة دي؟ يبقى topics هنا معناها ايه؟ معناها موضوعات. topics يعني موضوعات. طب الكلمة دي singular ولا plural؟ يعني كلمة مفرد ولا جمع؟ طبعا فيها اس الجمع اهي تبقى plural يعني موضوعات. singular منها topic موضوع واحد بس بتساوي كلمة subject او theme. قدامنا لما نقراها الديفينيشن كمان بتاعها قدامنا اهو a topic is the subject or idea that you are talking or writing about. هي الموضوع اللي انت بتكتب عنه او بتتكلم عنه او حتى بتدرسه في المنهج بتاعك. For example our teacher gave us different topics. Our teacher gave us different topics to choose from for our research paper. المدرس بتاعنا اعطانا موضوعات مختلفة نختار منها علشان البحث اللي احنا هنعمله. اوكي دي كانت كلمة topics اللي كان معناها subjects or themes يعني موضوعات. طيب the next word I have is the word creative. creative دي صفة adjective معناها حاجة كده ايه ابتكارية مبتكرة innovative ابداعية يعني مش حاجة traditional مش حاجة تقليدية مش حاجة قديمة ولكن هي creative. فلما اقول على الشيء creative دي انه describes someone ممكن على فكرة اوصف شخص ان هو creative اقول عليه الشخص ده creative خلاق ابداعي حد بيحب يعمل حاجات new things حاجات جديدة مش حاجات traditional يعني قديمة يبقى الشخص ده creative او innovative هو كمان. اوكي بتوصف الشخص او الشيء يبقى creative describes someone who has new and original ideas or ways of doing things. لطريقة في عمل الأشياء جديدة وخاصة بي جدا مش زي الطريقة التراديشنال أو التقليدية. For example, her creative design for the poster was very impressive. طريقتها في البوستر أو تصميمها الخلاق أو الإبداعي للبوستر كانت impressive يعني رائعة مبهرة جدا. دي كانت الأدجكتيف اللي هي creative. طب تعالوا نشوف الكلمة دي بقى الverb highlight. highlight اعتقد ان انتوا زي ما شايفين في الصورة في حاجة بنستخدمها كده اسمه هايلايتر. عارفين القلم الهايلايتر اللي بيبقى ملون وبنحطه على النصوص علشان يظهرها علشان يبين لي بعض النصوص عن غيرها يخليها مهمة كده وظاهرة. highlight يعني emphasize يعني shed light on يلقي الضوء على يؤكد على يظهر. highlight highlight verb. والكلمة اللي احنا عارفينها هايلايتر اللي هو بنستخدمه كأداة كده زي ما شايفينه في الصورة. يبقى highlight to highlight دي means to make something stand out اني اخلي الحاجة تظهر stand out يعني تظهر قوي تبقى remarkable تبقى باينة جدا. or to show the importance of something يعني ان انا اظهر اهمية حاجة. for example use a yellow marker to highlight the most important parts of the text. استخدم قلم صبورة ماركر يعني قلم الصبورة استخدم قلم صبورة يكون لونه أصفر علشان انت تلقي الضوء او تأكد على او تظهر اهم اجزاء في النص. ده كان الverb اللي اسمه highlight. اوكي تعال نشوف الكلمة دي وهي كلمة يعني جذابة جدا وبنستخدمها كتير قوي وخصوصا اونلاين. احنا شايفين الوحدة بتتكلم عن الحاجات الفيرتشوال الافتراضية ولما ابقى اونلاين ولما اعمل ميتينجز واجتماعات. لو انا بعمل اجتماع سواء اونلاين او حتى على الارض قدام الناس فيس تو فيس يعني باجي اتحدث I talk I give presentation بدي عرض معين او talk معين او حديث معين بستخدم presentation يعني زي الباوربوينت presentation كده زي اللي انتوا شايفينه قدام كلنا مستعملين اسمه PowerPoint Presentation يعني عرض تقديمي بيبقى فيه سلايدز يعني كده شرائح وبيساعدني ان انا اقدم التوبيك او الايدياز اللي انا بتكلم عنها وممكن الاقي فيها فيديوز يعني فيديوهات او بيكتشرز
صور او تكست نص وكولرز كتيره بقى واشكال فيجوال جميله جدا. اسمها ايه الكلمه دي؟ برزنتيشن، يعني حاجه تقديميه، عرض تقديمي. اوكي طيب، او تقديم حاجه او توك معين، خلاص عامل زي المحاضره كده او الملف اللي فيه عرض تقديمي. طيب هل انا الكلمه دي فيرب ولا ناون؟ الكلمه دي ناون يعني اسم. فين الفيرب بتاعها؟ بريزنت. بريزنت يعني يقدم. اوكي فور اكزامبل، She gave a great presentation on climate change using PowerPoint slides. هي ادت محاضرة او عرض تقديمي ممتاز جدا عن تغير المناخ باستخدام PowerPoint slides، يعني الشرائح PowerPoint. Okay, what is the next word that we have today? يا ترى ايه الكلمة اللي عندي؟ احنا لسه قايلين اهوت slide يعني شريحة. PowerPoint presentation اللي قدامكم ده، اللي قدامكم على الشاشة دي، هي عبارة عن سلايد، شريحة، هي جزء من PowerPoint presentation، يعني عرض تقديمي ملون وفي pictures وبيعرض المحتوى وفي تكست نص وفي حاجات فريم. بنلاقي فريم يعني سلايد يعني شريحة. يبقى ايه السلايد؟ هي ايه؟ A slide is a single page، يعني ورقة مفردة كده، ورقة مفردة، or screen او شاشة of a presentation، من عرض تقديمي، often containing text or images. For example, the first slide of the presentation had an overview of the project. يعني أول شريحة من العرض التقديمي كان فيها رؤية كده كاملة وشاملة عن البروجكت ده. Well, thank you so much everyone. This is the end of our episode today. وصلنا النهاردة لنهاية حلقتنا. Thank you so much for being with us. I hope that you found it beneficial. Till I see you again. It's not goodbye. Take care.